أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع النجم، في حلقة نتمنى أن تكون ممتعة مع المدح والمداحين. فن المدح مدرسة أصيلة من الفن المصري الأصيل، ليس في مصر فقط بل في العالم العربي والإسلامي. ليس هذا فقط بل في العالم الغربي أيضا، حيث نرى الشيخ ياسين التهامي على أكبر مسارح أوروبا. حلقتنا النهاردة هتكون مع أحد أقارب الشيخ وافي. الشيخ وافي هو صاحب ضريح من أكبر الأضرحة في صعيد مصر، بيأتي إليه الكثيرون زائرون من مختلف مدن الصعيد. هذا الشيخ وهذا الضريح في قرية أولاد نجم التمة، قرية اسمها نجع عبد القادر، قريتي وبلدي التابعة لمركز نجع حمادي محافظة قنا. ومعنا في الفقرة الثانية بإذن الله تعالى الأستاذ حارس إبراهيم، أحد محبي المدح وحب بيت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسك ختام حلقتنا النهاردة هيكون لنا لقاء مع إمام العاشقين المنشد عبد الحكيم. أعزائي المشاهدين، نطلع فاصل نشوف جزء من الشيخ عبد الحميد الشريف احتفالية ليلة الشيخ وافي. لو صاحب المرء في الدنيا جبريل، والله لا يسلم المرء من قال ومن قيل. يا أخي لا تتعجب، فقد قالوا على سيدنا النبي. قالوا على أصحاب النبي، قالوا على أزواجه، قالوا على العلماء، قالوا على الأولياء. يا للعجب العجاب والافتراء، فقد قالوا على الله. أصناف مصنفة زور علي بهتانا وتقليلا. الناس داء دفين لا دواء لهم، تحير العقل فهو منزجر. والله لو صاحب المرء في الدنيا جبريل، والله لا يسلم المرء من قال ومن قيل. لا تتعلم
تعجب فقد قالوا على حضرة المصطفى قالوا ساحر قالوا مجنون ولا أنت مجنون ولست بشاعر لعن الذي لك في الوجود أعاب حسن الملاحة والفصاحة والبقى وعلوت قدرا عندنا وجنابا يا أحمد يا محمد يا طه يا ياسين يا مدسر يا مزمل يا خير من وطأ السرى وأجل من في الأرض داس ترابا. لا دواء لهم إلا التراب يا أخي إن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب صح منك الود إن صح منك الود فالكل هين 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 كل الذي فوق التراب تراب فلا دواء له تحير العقل فهو منزجل إن رأوك مألوفا جعلوك مهزلة الناس إن رأوك محبوبا سموك مسخرة الناس أو كن منقبضا مختصرا قالوا بك الثقل إن تخالطهم قالوا به طمع إن تجانبهم قالوا به ملل إن تخالطهم قالوا به طمع إن تجانبهم قالوا به ملل وإن تعففت عما عندهم كرما قد اغتنى غني يا للأسف إن تسأله بخيل ربي مولاي تحيرت أنا في أمر وأمر مثل النعامة لا طير ولا جمل إن تخالطهم قالوا به طمع الناس ابتعد عنهم قالوا به ملل وإن تعففت عما عندهم كرما قالوا اغتنى يا للأسف إن تسألهم بخيل تحيرت في أمري
عمرهم وأمرهم مثل النعامة مثل النعامة لا طير ولا جمل النعامة لا هي طير ولا هي جمل مثل النعامة لا طير ولا جمل فصغر يطلب الكبر شيخ ودده الصبر صغير يطلب الكبر شيخ ودده الصبر يا ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشير شيخ يدق على عصا تمنى لو صغر يا ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشير خالٍ يشتاق لعملا ذو عمل به ضجرا وخال يشتاق لعملا وذو عمل به ضجرا ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر صاحب المال في تعب وفي أشد التعب من افتقر ويشقى الرجل وهو مهزوم وهل يرتاح منتصر كم يشقى الرجل وهو مهزوم وهل يرتاح منتصر هل حاروا على الأقدار أم هل حير القدر شكات يا رب ما لها حل أمور ما لها حل سوى الضيطين الضيطين إن حضر الضيطين حضر فهو الذي يجمع الضدين النور والظلام السماء والأرض الليل والنهار وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد الضيف في كل شيء آية تدل على أنه واحد خالق ليس يخلق رازق ليس يرزق قديم أزلي ومنزه عن الحد والعد عن الشبيك والمثل عن الشبيك والنظير هو الله
يفنى الوجود ويبقى الذي كان قبل المكان محيطا على الأكوان بالعلم دار وهو هو بدء لبدء البدايا وهو هو دغر دهور الدغارق والأول والآخر والظاهر والباطن هو واشكر لنعمائي عليك ومنتي لا تدعي كفرا فتكفر بنعمتي إن كنت تنكر منتي وهدايتي فمن الذي أنشاك عظيم فابتهل لعطيتي واشكر لنعمائي عليك ومنتي واشكر لنعمائي عليك ومنتي كفرا فتكفر بالنعمة لا تدعي كفرا فتكفر بالنعمة إن كنت تنكر منتي وهدايتي فمن الذي أنشاك عندي وحد من المنشئ من حوز الفناء من حوز الفناء ركب جسمك ركب كون جسمك من لحم ودم من لحوم مع دم ومفاصل قد جمعت من أعظم من أنشى صلبك بارتفاع قوائم ومن الذي سواك جسمك من لحم ودم ركب جسمك من لحم ودم مفاصل قد جمعت من أعظم من أنشى صلبك بارتفاع قوائم ومن الذي سواك من الذي سواك خلقة آدم شكلا بديعا بالجمال تكون يلا بينا ولا نبدا حركه النهارده يلا بينا ودلوقتي هنبدا اولى فقرات حلقتنا النهارده وهيكون معانا ضيف هنقول ان هو يعتبر والد للشيخ وافي النهارده هيكون ضيفنا الاستاذ ابراهيم محمد ابراهيم مشرف عام هندسه ري نجح حمادي اهلا بحضرتك معانا النهارده اهلا وسهلا بكم في اولاد نجم
ضيفنا النهارده هيحدثنا عن قصه الشيخ وافي، وده اللي عايزين نعرف النهارده الساده المشاهدين من حضرتك قصه الشيخ وافي، او من هو الشيخ وافي. الشيخ محمد وافي من مواليد 1999، يعني 5 تسعات مش ما توجد مع اي حد يعني غير المشايخ. الشيخ محمد وافي من اولاد نجم محافظة قيني مركز نجي حمادي، كان يحب المدح ويحب المداحين، وقبل انتقاله يمكن ب4 ايام قال الوالده انا عاوز الشيخ ايمن هريدي. فلما اتصلنا على الشيخ ايمن هريدي قال انا يعني عشان اجي بعد 4 شهور. فلما تاني يوم اتصل بيني بيقول انا جاي ليلة الشيخ وافي امتى؟ قلنا له على يعني بعد اسبوع. فقال انا جاي ليلة الشيخ محمد وافي لانه جاني في المنام الشيخ محمد وافي وقال لي لازم تجي الليلة. والشيخ محمد وافي كان يحب الشيخ عبد الحميد الشريف. ارحب بضيفي في الفقره بتاعتي النهارده الاستاذ حارس محمد ابراهيم، هو على فكره صديقي وصاحبي. اهلا بك ابو دعاء. اهلا بك استاذ ممدوح، شرفتونا. ابو دعاء عم الشيخ وافي رحمه الله عليه، وكان دائما زي ما قص الينا الحاج ابراهيم العم الاكبر الشيخ وافي انه كان متلاصق به دائما. دعني اسالك، منذ متى وانت تحب تتابع المداحين؟ والله وانا من ثالثه ابتدائي او رابعه ابتدائي كان عندنا في البلد هنا، وانت عارف كويس المرحوم الحاج عبده كان شيخ طريقه رحمه الله عليه، وطلعنا لقيناه شيخ طريقه وهو حببنا يعني في موضوع المدح، وكنا بنروح معاه اي حضره ورواتب في البيت وكده، فهو الحاج عبده رقم واحد يعني. الحاج عبده كما قال ابو دعاء هو جد الشيخ وافي الام. مظبوط. فكنا بنروح حضراته وكنا معاه، فالحاج عبده يعني له فضل كبير علينا في الموضوع ده. نعم. طب يعني عايزين نتكلم كده عن المدحين، من اكثر المدحين الى قلبك مثلا محبه؟ والله هو الشيخ عبد الحميد الشريف وكل المدحين. تمام. ولكن هو لي عندي يعني حاجة خاصة كده، أنا من عشاق الشيخ عبد الحميد، هو يعني إمام العاشقين. وفي الفقرة الثالثة من حلقتنا النهاردة هيكون لنا لقاء مع إمام العاشقين المنشد عبد الحميد الشريف، تعالوا معنا نشوف اللقاء. النهاردة ضيفنا شخصية ليها موهبة كبيرة وشهرة واسعة بين مختلف فئات المجتمع، فهو له جمهور كبير وعريض، فهو محب للإنشاد الديني ومؤمن بهذا الفن الراقي العظيم. الناس بتقول من كل مكان علشان تسمع صوته وتسمع شعره. النهارده وقبل ما نتعرف النهارده على ضيفنا الموجود معانا ونتعرف على مشوار حياته، دعوني ارحب بضيفنا الموجود النهارده معانا واشكره لوجوده معانا النهارده في برنامج مع النجمي المذاع على قناه الصحه والجمال، وهو امام العاشقين المنشد عبد الحميد الشريف. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك، شرفتينا شرفتونا كلكم، كل سنه وانتم طيبين. وانت بصحه وسلامه، ربنا يبارك في حضرتك. في البدايه عاوزين نعرف الساده المشاهدين من هو امام العاشقين المنشد عبد الحميد الشريف. الفقير عبد الحميد عبد السلام الشريف من اسيوط مركز الفتح قريه بني زيد الاكرات. أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. النهاردة حلقة متميزة من برنامج مع النجم مع إمام العاشقين وبلبل المدحين الشيخ عبد الحميد الشريف. حينما سمعته للمرة الأولى في مولد الشيخ وافي في قرية أولاد نجم، فكان لي الشرف في هذا اللقاء. اهلا بك قلت الشيخ للمره الثانيه. اهلا بحضرتك، ازيك يا سيدي؟ ربنا يخليك. بدايه عاوزين نعرف من حضرتك كيف بدا الشيخ عبد الحميد الشريف المدح؟ مدرسه ابتدائيه، ومن الابتدائيه للاعداديه، ومن الاعداديه للازهر. نعم. ومن الازهر تشبعت بوالدي لان والدي صوفي،
يمتجز بالطريقة الشاذلية. نعم. وكان له مدارس علم. نعم. ودروس في التصوف، وكان له مكان وله تلاميذه في التصوف الإسلامي. نعم. فتشبعت من هذا المكان وخرجت منه كمادح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل بيته. تمام. حضرتك يعني في سن كم سنة ابتديت تسلك طريق المدح الديني؟ والله وطريق المدح الديني ما سلكتش لأول مرة، أنا كنت مجود للقرآن. نعم. وكنت بصلي صلاة القيام والتراويح بالمسجد، وكنت دائما أتسلى بقصيدة البردة مع المستمعين أو مع المصلين. نعم. فأعجبوا بهذه الموهبة، فظهرت في الموهبة فسرت على هذا المنهج. تمام. حضرتك تتذكر يعني إمتى كان أول حفلة حضرتك حييتها واشتغلت وابتدأت الناس تعرف إنه الشيخ عبد الحميد الشريف عاشق لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم لمدحهم الشريف؟ والله كان في مولد في بلدنا، ودايما كنا بنعمل مولد النبي عليه الصلاة والسلام قدام المنزل بتاعنا، فكنت أنا دايما أشتغل في هذا المكان أو في هذا المجال يعني بعض من الدقائق. يعني حضرتك ما تتذكرش كان الكلام ده مثلا كنت في؟ لا السنة ما عرفش. لا حضرتك كنت في الفترة العمرية بتاعتك قد إيه؟ يعني في الثانوي. الثانوي. الشيخ عايزين نعرف من حضرتك أول قصيدة قمت بإلقائها في بعض من الحفلات الدينية كانت إيه؟ أقول لأحبابي وقد طلبوا الصلة، قلت تعالوا اصطلوا الحب من صدري، قالوا نريد الماء نسقي ونستقي، قلت تعالوا استقوا الماء من نهري، قالوا وما النهر؟ قلت مدامعي، سيغنيكم دمع العيون عن القطر، قالوا لما هذا؟ قلت من الهوى، قالوا لحاك الله، قلت اسمعوا عزلي. دي هذه القصيدة بداية القصيدة قالها قيس بن الملوح. كيف كان أول لقاء لكم مع الجمهور؟ رد فعل الجمهور وباسم حضرتك لأول مرة كان إيه؟ كان زي الفل، كله كان معجب ومبهور بأن واحد يطلع من قرية يحوز الشهرة دي والعالمية دي. نعم. حضرتك أكيد تعرضت للانتقادات أو بعضا من الحاقدين، عملت حضرتك إزاي مع الانتقادات دي؟ وما زلنا في أصحاب النفوس الضعيفة. نعم. وما زلنا في الانتقادات على طول. نعم. حضرتك عملت معها إزاي الانتقادات دي؟ أنا جابلها بصدر رحب. نعم. عادي جدا لحد ما ربنا يكرمه ويزوق المعنى هيبقى تبعك. نعم. رزق عرف. أفضل القصائد لحضرتك إيه اللي قمت بتقديمها وإنشادها قبل كده؟ أفضل القصائد اللي حضرتك قمت بتقديمها وانشادها قبل كده، افضل قصائد لحضرتك ايه؟ والله القصائد المحببه للناس اللي هي بتحب النبي اكثر. قصايد منوعه كده فيها النبي كثير.
وفي ناس بتحب الشعر الاصلي، وفي ناس بتحب الشعر القديم، وفي ناس بتحب الشعر اللي هو الصعب اللي هو الحجري. فعلى حسب الحاله انا بأدي. طب احب القصائد لحضرتك شخصيا، شخص حضرتك احب القصائد كانت ايه؟ احب القصيده بتاعتنا اللي هي اللهم صل على سيدنا رسول الله ولا تسأل عن الاحباب لوعتهم وسل دموع العين تخبرك ما فينا. نعم. الكل يعشق والاشواق زائبة والكل يفنى ولا يبقى الا الم المحبين. ان غبت عني فالاشواق ملهمة ولو تلاقينا ما احلى تلاقينا. لو تلاقينا ما أحلى تلاقينا فدعني حبيبي وجرحي فقد خابت أمانينا. هل من زمان يعيد النبض يحيينا؟ يا ساقي الحزن لا تعجب ففي وطني نهر من الحزن يجري في روابينا. كم من زمان كئيب الوجه فرقنا واليوم عدنا ونفس الجرح يدمينا. جرح عميق خدعنا في المداوين لا الجرح يشفى ولا الشكوى تعزينا. نعم فتح الله عليك فضيلة الشيخ. طيب. الله فتح الله عليك مولانا. انشود اطلع البدر علينا، هل تعتبر هي بداية التاريخ للإنشاد الديني؟ قبل ما نسمع الإجابة من الشيخ عبد الحميد الشريف إمام المدحين نطلع فاصل ونشوف أحد أعمال الشيخ عبد الحميد الشريف. افتح الصف.
عليك عظيم فابتغ لعطيتي. واشكر لنعمائي عليك ومنتي، لا تدعي كفرا فتكفر بنعمتي. إن كنت تنكر منتي وهدايتي، أمن الذي أنشاك من حوز الفناء؟ من المنشئ من حوز الفناء؟ ركبت جسمك من لحوم معدم ومفاصل قد جمعت من أعظم. من أنشى صلبك بارتفاع قوائم؟ ومن الذي سواك؟ من الذي سواك خلقة آدم شكلا بديعا بالجمال؟ تكون وغدوت في الأرحام، نعم غدوت في الأرحام ضمن الظلام من 40 لـ40 لمضغة طورا، وأنت بغير روح مثبت، ونفخت فيك الروح، نفخت فيك الروح بعد 3 سرا خفيا ليس يدرك. بالعنا تهدهدني الأشواق حيث لا منتهى، وفي كون كن كان كان الملتقى، حيث لا أين أين ولا بين بين تفنى الصفة ولا يبقى إلا الله. أعزائي المشاهدين، وفي نهاية هذا الحوار أتقدم بالشكر إلى جميع أهالي قرية سمهود في مركز أبو تشت شمال محافظة قنا، وبحب الشيخ أبو دواب هناك على حسن الضيافة لنا، شكرا جزيلا لهم. وكمان بنقدم الشكر والتقدير لكل أهالي نجع عبد القادر التابعة لقرية أولاد نجم مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.